عبده وصف لي توماس جيفرسون وتجربتك في امريكا في كلمة. ما تتفلتش. عسلمة، عبد الباسط داو، 23 سنة، نقرأ سيكوريتي ريزو في الـ EZCOM تكنوبول غازيلا، كوهورت نمبر 7 تاع توماس جيفرسون، دونك 2019-2020، وجيت بحثيكم اليوم في بودكاست يا ربي على تونس، باش نحكيكم شوية على البروغرام، على الإكسبيريونس، كيفاش تعديو، خذ لي تربي فهمك الخير. احكي لي، كيف عرفت توماس جيفرسون، وكيفاش شاركت غادي؟ داكور، باهي، أنا من ليسي مغروم. أنجلي، يونايتد ستيتس، حب نمشي وكذا وكل شيء. فلت الفرصة اللي ظروف علينا فيها في الياس بروغرام اللي تمشي أو تقرأ في الليسي. قلت شنو فرصة جاية؟ مشيت نثبت في الفاك توماس جيفرسون. صلت العام البرومير، حكيت مع بروفيتي، قالوا لي أهم السيت أو الديدلاين أبدأ عمر. ركحت جاوي إلى محالة في التعمير خماضة علينا. لما بديت من عام البرومير والحمد لله سلكت لي من المرة الأولى معني عام البرومير مشيت. كيف كانت ردة فعل الناس اللي دايرة بيك؟ قلت لهم راني مش غادي عام في أمريكا. هو ديجا أنا ما حبيت نقول حتى حد اللي أنا بديت نعمر من الأول معني جوست أختا بروفيتي وكابتين من الأولاد. ديجا الأولاد اللي معايا شاتات ليهم بالرسمي خاطر أنا في دو سيكسيون بلوز أو موان على تونيجيا كوميونيتي كولج سكولارشيب وعندك اليوغراد. اليوغراد هما ليزونيفرسيتي الكل سوف لي اتش تي لي زيزيت ولا الاسات كيما اسات سو سا باغ اكزومبل. دونك احنا سونسين نعملو تي سي سي اس بي كوميونيتي كولج. انا عملت في اليوغراد في الديدلاين قبل بساعتين راسات لي ميغريت لي فيشي الكل ولي ريبونس الكل ولي باراغراف الكل للكوميونيتي كولج بالرسمي بالزهر على الاخر الحكايه خطفت. دونك كي سمعوا باين بعض الاولاد تعديت سما فاينالست اللي سمعوا باين هما جماعه الملاي اللي هما عاونوني في الابليكيشن نتاعي كل شيء قالوا لي اسمعني واش محبش راه العمجي وينك ما حبش راه العام الجاي وما تخلي حد شي في قلبك ما تعملوش. وما با قلت لهم اسمعني ما كنتش تحقوني العام الجاي يا اي اسمعني بيه راني في امريكا العام الجاي اوكي امريكا مش خلصوا حاجه لي تعدى جاوك بي صح there's no issue whatsoever فهمت با فرحان ما فرحانه وجاونا زيزي على الاخر معنا ما انا ما لقيتش ديريكسيون طب باش تمشي عام ليه ما تخلينيش وكلم ما لقيتهمش هذيك انا قلت خرجوني من الدار وما بالبياتهم معناها جيتي انديبوندون وعشت معناها بيريود في فويي وحدي معناها I really had no issue امور separation من الفاميلي تاعي انت تو اللي نفرج فيك عمري 19 سنه خذيت الباك دخلت الفاك ونحب نشارك في توماس جيفرسون تعطيني لاستوس كلي شنو لازم نعمل بالضبط شنو نقول في الانترفيو شنو الحاجات اللي خلوني نتقبل غيري على انا على غيري تكوردو شنو الحاجات هذوما معناها just for the sake of clarification ديجا انت باش تمشي توماس جيفرسون لازمك تكون في اي عام في الفاك نتاعك بخلاف terminal year دونك اذا كانك ليسونس بروميير او دوزيام اذا كانك ايكول دانجينيور بروميير او دوزيام كيف كيف ميدسين في بالي حطيك شي الكاتريم اني تنجم تقايد لازم جوست تكون فوق 18 سنه البروفيل نتاعك هو اهم حكايه فما دو فاز من الاول باش تعمل الابليكيشن نتاعك غانا هاف كويشنز عليك انت على الباركور اكاديميك نتاعك على الاكسترا كوريكولار اكتيفيتيز دونك لونجاجمون في سوسيتي سيفيل وفي لي في لي كلوب وفي لي ايفينمون كل شيء معني حاجه مهمه على الاخر حتى البروفيل اللي لوجو عليه هما هو عبد انجاجي هو عبد who's invested in the community عبد يعرف اش يعمل توا وعنده بلان القدام شنو باش يعمل دونك بلوز او موان البروفيل اللي لوجو عليه هو عبد ينجموا يحسنوا فيه عبد ينجموا يطوروا فيه باش انت تكون من الورك فورس اللي ذاتس هايلي هايلي سكيلد هايلي ايكويبد تو بلوز او موان تنهض بالاقتصاد التونسي ابري تو و انفست باك انتو ذا كوميونيتي معناها كيفما انت الدوله استثمرت فيك انت زاد باش تستثمر بلوز او موان في الانفيرونمون نتاعك فوالا دونك كيفاش تعمل اهم حكايه بي سينسير ما لازمكش تركب حاجات ماكش ماهمش نتاعك ما تركبش حاجات عليك لوك اوثنتيك ساوند اوثنتيك كل شيء تكتب اسمعني الابليكيشن نتاعك لازمك تخدمها انت وحدك دو اجوس كازيت لي باراغراف لي زيسي كل شيء لازمك انت تعملهم وحدك ولازم تكون واثق من روحك بخيتو تحب تقولي اوكي سلعه باش نبيع روحي بلوز او موا يور غانا بيتش ان ايديا افتر اول اوكي متفاهمين فما سا ماركت امبلويز فما هكا تعقريب وكذا وانت تعرف ونزل كل تونس كلها تعرف معناها فهمت مي بي اوثنتيك عارف البروفيل اللي لوجو عليه الليدر سامون هو نعاود نقولها الف مره انفست ان ذا كوميونيتي خاطر غاديك زاد كي باش تمشي يو غانا هاف تو انتجريت يور سيلف ويذن ذا كوميونيتي you're going to have to volunteer a lot there's a certain number of hours that you need to put in you can volunteer معناها في الكنيسية مع organization مع student government association المهم you show that involvement you show that volonté باش انت تنتجر معناها في وسط الكوميونيتي هذيك فهمت
après tout باش تمثل تونس راك فما عباد ما تسمعش بتونس جملتهم وصلوا لها الموضوع انا كيفاش الاكسبيريونس نتاعي مع العباد مش كان امريكان معناها باش نحكي لهم على تونس دونك انت باش تكون امباسادور après tout cultural ambassador فما عباد ما عمرها مش تعرف على تونس دونك لازم تمثلنا احسن تمثيل والفازات هذوكم الكل ولازم تعرف روحك اش تعمل every step of the way عام كامل لازم يكون عندك بلان تكون عندك كيفاش تخدم خاطر انت باش تعمل ستاج ابخي تو كيفاش يو غانا فولونتير كيفاش باش تحكي على البروغرام كيفاش تحكي على تونس اعرف على شنيا قادم اتس سيريوس مش باش تعمل عام باش تتشخلع وباش تحوس وكذا وكذا هذاك كله راك باش تعمله باش تكون واضحين موجود وبكثره والحمد لله اما زاد فوتي تخون سيريو راهي حاجه كبيره على الاخر عرفك على شنيا قادم وابني روحك من توا كانك ليسيان ركز على ليزاكتيفيتي اكسترا سكولير انتراكت تيميون غوتاكت كي تكبر اللي تصوروا في بالك الكل اللي تسحقوا وتعرف راك باش تسحقوا باش يبني لك شخصيتك مش كان للابليكيشن تاع توماس جيفرسون مي كعبد خدم عليه من توا It's never too late. It's never too late to improve yourself. احكي لي على طرفة صارت لك في امريكا. طرفة صارت لي في امريكا وجهي ياسر مبروك وصلنا احنا اليوتا معني مازالك وصلنا للاتزوني لازم تدخل الانتري نتاعك شعمل السيستم كله طاح. السيستم كله طاح ما نجمش نسجل دخولي لامريكا قعدت 3 سوايع وانا نستنى ويدي على قلبي ومانيش فاهم حتى شيء ومن بعد فوت الطياره نتاعي دونك 4 سوايع غوسو مودو نستنى وقت اللي كنت نجم نستنى ونص ساعه برك باش نعمل السكالم نتاعي في الاخر هذيك وجوه النيره اش تعمل احكي على غريبه حاجه بيزار صارت لك في امريكا حاجه بيزار صارت لي في امريكا دبرت كاوتش سيرفين مش نسافر في المستشفى كل شيء نقص المصروف نتاعنا كل شيء رحت بكاوتش سيرفين دخلت عاصمه مرحبا نلقى زوز توانسه زوز ديريه واربعه من كردستان كلنا راكشين في دار واحده حاجه ما توقعت نجي في بيلي راسي راس الراجل كذاب شنو نقعدوا نحكيوا شويه نخرجوا ندوروا كذا كله نلقى معايا شله اخرين انترناسيونال معناها ونلقى توانسه معناها ربي سبحانه على كبر امريكا وعلى الكابتن وكابا توانسه في امريكا انت حنا بتوانسه معناها شني احساسك تلك حديد ساخن غادي بعد الكريز نتاع الاربع سوايع الكل في الكل قعدت 24 ساعة في الفول متاعي ما كنتش عارف بالرسمي اسكو باش نوصل في قطعة واحدة ولا تلمون تعب 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 على الاخر صرت غاديك اول حاجة خممت فيها شنيا لازمني ناخد تاكوبيل هذيك الحاجة الوحيدة خممت فيها مشيت ضربت على قلبي خليت 24 ساعة بخاسك ما كليتش بالكدا كليت يجي 4 ولا 5 تاكوز احسن حاجة عملتها في حياتي وقتها هذيك كانت سبيد راوند نرجع الحلقة اعطيني ملخص تجربة انت عبد الوسط ضو شنيا تعلمت من العام اللي عديتك في امريكا انا قلت لكم الفامي نتاعي ما قلقتني الجمله وانا ما قلقتني الجمله جيت ياسر انديبوندون والعام هذاك it only reinforced my independence سوسي شكون واضحين you get financial independence as well حاجه مزيانه على الاخر ماكش تحيد في المصروف باش تخطط تحياتك باش تخطط السفر نتاعك مصروفك باش تسافر برشا راك باش تسافر برشا ماكش خلي حاجه في قلبك باش تنظم وقتك باش تنظم لونترينمون نتاعك خصوصي اللي القرايه نتاعهم راهي برسمي سهله على الاخر تجب تختار برشا ماتيريات نجم تختارهم معناها تختار دومين معين مي تو ديبون من الكونفونسيون اللي عاملينها مع ليكول نتاعك تنجم معناها تختار بازيد دي كريدي وتنجم تختار انا مثلا عملت شويه فوتوغرافي زاد على جنب مالغري لو فيت اللي انا مشيت نقرا انفورماتيك معناها مشيت نقرا ريزو ابخي تو بخلاف هذاك شنو تعلمت خذيت سيرتيفيكا بروفيسيونيل في يدي خذيت عام طايره على الاخر نتاع تلاقى حضري مش نورمال قاري مع 90 ايتيديون انترناسيونال تسمى كوميونيتي كولج ابخي تو معناها هذايا نومبر كبير على الاخر من حكايه 20 ولا 25 ناسيوناليتي مختلفين معناها فيتنام شين روسيا جابون كينيا غانا اللي في بالك الكل معناها كيف عملت برشا صحابيين سافرت ريت برشا بلايس بنيت السي في نتاعي بالكدا دونك نصيحه اونكور اون فوا اللي يحب يعمر في جيفرسون ما يخممش مرتين راهي حاجه طايره على الاخر وباش تبدل لك حياتك ممكن اكثر من اللي انا بدلت لي حياتي خاطر انا مشيت في عام الكوفيد معناها حاجه سبيسيال على الاخر 2019-2020 هذاك كاركتر ديفلوبمنت ارك وحده معناها كيفاش عشت وحدي وعملت على روحي و بلوز او موان جي جيري ا هول كرايسيس معناها وحدي و بالمعاونة بتاع إيركس معنا هذا يا توماس جيفرسون فازي بوستولي هذا يا حلقتنا بتاع ربي على تونس سبحان الله خير اسمعني عبدو برجولي علاش ما حرقتش الفيزا وقعد غاز اسمعت والله توقعت أرى مش قولك حاجة نعرف باش عبيد حرقوا غاديك مهيش سهلة جمع وانا برجوليه وصلت اصلا خمونتني نعرس باش ناخذ جرين كارد معناها وجبت الموضوع مي سانسيرمون تمشي بقدرك وكذا وكلها أسهل برشا من أنك تتمرمى غاديك ماهيش حاجة إني أمريكا إذا كنت غني you're well funded you have nothing to worry about أنت دجا
as an American citizen معناها ما عندكش اسي فلوس راك باش تتعب وتتعب خلي عادة حارق وراك يجري وراك الايسل كلها معناها immigration and customs enforcement ما يلعبوش والله ما يلعبوش نأكد لكم ماهيش الكربانييري متاع ايطاليا وماهيش الحاكم متاع فرنسا معناها حاجة اخرى تخوف على الاخر ما خموش فيها امشي بقدرك راح بقدرك